حدث في مثل هذا اليوم؟ شهد يوم 13 من سبتمبر العديد من الأحداث التاريخية والسياسية ذات الأهمية الكبيرة. ففي مثل هذا اليوم في عام 1936 اندلعت انتفاضة فلسطين الكبرى رفضاً للانتداب البريطاني وحملات التهجير اليهودية إلى القدس، وظلت المواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال البريطاني 3 سنوات متصلة تخللتها العديد من المعارك. وفي عام 1968 اتخذت ألبانيا قراراً بالانسحاب من حلف وارسو، وهو منظمة عسكرية سابقة لدول أوروبا الوسطى والشرقية لمواجهة نفوذ أوروبا الغربية. وتفكك حلف وارسو كلياً بانهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. أما الحدث الأبرز فكان في عام 1993، حيث شهد يوم 13 من سبتمبر توقيع اتفاقية أوسلو بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومن الجانب الإسرائيلي إسحاق رابين، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو الاتفاق الذي يقضي بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا على أراضي السلطة الفلسطينية. وبعد يومين من هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 سمحت السلطات الأمريكية بتسيير جزئي للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال هذه الأحداث. وفي مثل هذا اليوم من عام 2017 اتخذت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية قراراً بإسناد شرف تنظيم دورتي الألعاب الصيفية 2024 لمدينة باريس و 2028 لمدينة لوس أنجلوس.